أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دردشة مع هند. النهاردة معانا ضيوفنا اللي شرفونا، الأستاذة هبة أخصائية اجتماعية، دكتور منى خيري أخصائي نفسي. أهلا بيك حبيبتي. أهلا بيك، مشرفنا بيكم. معانا كمان الأستاذ محسن أخصائي اجتماعي. أهلا بيك أستاذ محسن، شرفتونا. أهلا بيكم. هندردش النهاردة مع الأستاذة هبة، وعايزين نعرف منك يا أستاذة هبة إيه دور الأخصائي الاجتماعي في تأهيل في المراكز التأهيل. مراكز التأهيل، هو أولاً هعرف نفسي، أنا هبة جمال، بشتغل في مكتب تأهيل ديكيرنس لخدمات المعاقين. دور الأخصائي الاجتماعي هو مهم جداً جداً. إحنا ابتدينا شغل في 1/1/2020 لما الوزيرة سيادة الوزيرة الدكتورة نيفين القباج بدأت تدينا تعليمات ان احنا لازم نشتغل على بطاقة الخدمات المتكاملة. ده كان شغل جديد خالص، بتدي مراحل كتير للمعاق وبتدي له أحقية في خدمات المجتمع. اولا انا دلوقتي مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة هي بتجمع بين معاشين، يعني اذا كان الطفل عنده مشكلة وبياخد معاش من اي مكان فهو قادر ان بالبطاقة يجمع بين معاشين. طب انا عايزة اقف عند النقطة دي بس يا استاذة هبة واسألك. اتفضلي. لان دي اول، يعني انا عايزة اعرف بقى ايه حكاية معاش الطفل ده. يعني اي طفل معاق دلوقتي انا بوجهه لتكافل وكرامة، فبياخد منه معاش رمزي. كمان الطفل اللي هو صاحب الاحتياجات الخاصة بالظبط، فقط صاحب الإعاقة. بالظبط. فهو دلوقتي كمان بالإضافة للمعاش بتاع تكافل وكرامة احنا بنعمل له بطاقة الخدمات المتكاملة، بيسمح له ان هو ياخد معاش غير معاش تكافل وكرامة، او لو هو والده مثلا طالع على المعاش وعنده معاش فهو يقدر يجمع بين معاشين، معاش والده ومعاش بتاعه. تكافل وكرامة. أيوه. دي حاجة. تاني حاجة، هو دلوقتي في السن اللي فوق الـ18 لما بيكون مخلص تعليم بيسمح له ان هو يلتحق بوظيفة. دي حاجة. تاني حاجة، خصم على الضرائب. حكاية الوظيفة دي احنا نعرفها. تمام. يعني حكاية ان هو حقه ان هو يكون له وظيفة دي احنا نعرفها. تمام. لكن حكاية المعاش اللي هو التكافل والكرامة دي، ما هي دي من اهم مميزات البطاقة اللي سيادة الوزيرة نزلتها جديد، فدي حاجه كويسه بالنسبه لهم. نازل جديد يا استاذه. عشان كده انا مستغربه برضو يا دكتور، ان انا مستغربه يا دكتور برضو في حكايه ان الطفل ذوي الاحتياجات يكون له تكافل وكرامه. احنا ابتدينا الشغل الجديد ده من 1/1/2020، يعني احنا بقى لنا سنه واحده بس. طيب يعني لسه جديد برضو. ومحققين خدمات هايله جدا. عايزين نتكلم على خدمات البطاقه. خدمات البطاقة أو مميزات البطاقة، هي الخدمات هي المميزات. يعني عايزين برضو نعرف المشاهدين أكتر الخدمات الكاملة. طب حضرتك بقى يا دكتور تفضلي حضرتك عرفينا عن هي شغلها. تمام. وصلت. احنا عايزين نفهم منها، يعني نفهم الناس برضو أكتر. طيب عشان الناس ما تعرفش عن البطاقة خالص. أيوة، هي عشان لسه شغل جديد فمحدش يعرف. هو دلوقتي مميزات البطاقة زي ما قلت لحضراتكم ان هي بتجمع بين معاشين. تاني حاجة، بتسمح للصاحب او حامل البطاقة ان هو يلتحق بوظيفة. تلاتة، هو ممكن الواصي او اللي بيقوم برعاية الطفل لو هو موظف بيسمح له صاحب العمل ان هو ياخد ساعة يطلع بدري عن بقية الموظفين. حاجة تانية، ان هو ممكن ياخد خصم على الضرائب، ممكن يقدم على عربية. احنا نعرف برضو موضوع قصة السيارات اللي هي للمعاقين دي، عارفين مجهزة طبيا وعارفين موضوع الحق بالوظيفة. تمام. وفي خصم على فكرة اللي حضرتك ضفتيه بس جديد بالنسبة لنا شخصيا، معاش للطفل. لا، في شقق كمان. وفي في للإسكان. في أرض. في خصم في خصم للإسكان، وفي كمان خصم لو هو هيدخل متاحف وأماكن أثرية بيتعمل له إعفاء. كمان حتى في المواصلات ده، في المترو ده، في المترو في المترو في المترو في المواصلات العامة. وزارة النقل كلها. تمام. اتفضلي يا أستاذة هبة، اتفضلي. بعد كده بيسمح لهم بقى
يعني بعد كده بيسمح لهم ان في خدمات كتير في المجتمع. يعني لو هو مثلا بيعمل حاجه في المرور، بيعمل حاجه مثلا في اي خدمه في المجتمع، صاحب البطاقه ده له حق غير اي حد تاني، غير العادي بالزبط. غير الشخص العادي بالظبط. انا كمرحله دلوقتي بشتغل فيها، مرحله اولانيه عندي 13 اعاقه بشتغل عليهم، منهم الشلل الدماغي، الشلل الرباعي، الشلل النصفي، الشلل الطولي، عندي الكفيف التام، عندي الأصم الأبكم التام، عندي مرضى متلازمة داون، عندي الإعاقة الذهنية اللي هو التخلف العقلي، عندي التوحد، سمات التوحد أو سمات طيف التوحد، عندي الجذام، وعندي قصار القامة اللي هو الأجزام اللي هم قصار القامة بيبقى أقل من 140 سنتي اللي بيقولوا عليهم أجزام. دي أول مرحلة إحنا شغالين فيها. المفروض إن إحنا دلوقتي طلعنا 2 مليون بطاقة للخدمات المتكاملة تبع التضامن؟ لا، تبع التضامن إحنا حاجة والتضامن حاجة. إحنا بطاقة الخدمات المتكاملة تبع التضامن، وزارة التضامن الاجتماعي تبع سيادة الأستاذة الدكتورة نيفين القرباش، وزارة التضامن الاجتماعي. بس ده غير المعاشات اللي هم بياخدوها بتاع التكافل والكرامة، ده شغل خاص بينا. التضامن الاجتماعي ممكن اللي مش لاقي شغل او ما عندوش شغل او كده فممكن ياخد. طيب كنا عايزين نسألك يا أستاذ محسن عن دور الأخصائي الاجتماعي في المدرسة، عن المجال الإعاقي، تتعامل إزاي مع الطفل أو الطالب اللي عنده إعاقة ذهنية أو أي إعاقة؟ محسن عبد الفتاح اخصائي خبير بمدرسه على المدرج الثانوي. الحقيقه يعني واهل دكيرنس كلها هي قله العلم بقى، يعني طبعا لازم ده حقها على مستوى محافظه الدقهليه. بالنسبه لتعامل الاخصائي الاجتماعي مع حالات الاعاقه في المرحله الثانويه او ما قبل كده، طبعا بنبدا نشتغل معاهم في بدايه العام الدراسي الصف الاول، بنبحث بنشوف ايه الحالات الخاصه اللي موجوده عندنا من شؤون الطلبه، من رواد الفصول، من داخل الفصل، ومعانا كمان الزائر الصحي. لما بيظهر لنا حاله معينه، الاخصائي الاجتماعي هنا بيشتغل معاه، بيعمل معاه مقابله الاول. طبعا احنا لازم ندرس الشخصيه بتاعه الطالب اللي هو موجود معانا في المرحله دي، هو بيبني شخصيته. طب معلش يا استاذ، هو جالنا من اتفضل هقطع كلام حضرتك بس، وعايزه يعني اقف ثانيه بس عندي. اتفضل. بتعملوا مقابله للطفل او الطالب اللي جاي بيتقدم؟ من مبادئ الخدمه الاجتماعيه، ودكتورتنا معانا في مبدا اسمه مبدا المقابله الشخصية. لازم انا جاي لك، انا اهو ده انا جاي لحضرتك اهو. انا قصده يا دكتوره ان هو جاي من تاهيل اللي هو ابتدائي، يعني جاي من دراسه ابتدائي، وجاي اصل الاستاذ محسن مدرس يعني في المرحله الثانويه، مدرسه ثانويه، فانا اقصد ان هو جاي من ابتدائي واعدادي. بالظبط. هو لازم يعمل له مقابله، لازم بقى يعرف ان كان وصل للمرحله دي صح او لا. برافو عليك يا دكتوره. هنا انا بتعامل معاه، بعمل معاه مقابله. كمان هنا في دور الاب والام، دور الاسره مهم جدا. دور الاسره الاول، انا ادرس دور الاسره ايه، لان بيئه المدرسه هي البيئه الثانيه للطفل او للسن ده بعد بيئه الاسره. فهنا انا لازم اشوف. معانا اتصال. اتفضلي اتفضلي. معانا اتصال يا استاذ محسن. اهلا وسهلا. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. انا بكلمكم من اسوان، ابني معاق عنده 30 سنه. اتفضل. نتعرف بحضرتك، نتعرف بحضرتك. محمود ياسين حسين علي. اهلا يا استاذ محمود، اتفضل. انا معاق عندي 30 سنه وباخد معاش كرامه 150 جنيه. كفاله وكرامه. تكافل وكرامه. حضرتك ولا ابن حضرتك؟ بدور على شغل. هو حضرتك ولا ابن حضرتك؟ هو ابن حضرتك. ابن حضرتك. اتفضل. اتفضل. باخد معاش كرامه وعنده 30 سنه. ايوه مع حضرتك. ألو. يا استاذ محمود. ايوه سؤال حضرتك يا استاذ محمود. بقول لك بياخد معاش كرامه وعنده 30 سنه، سنه 30 سنه. تكافل وكرامه. تمام. اه
وبعد كده بندور له على شغل هنا في اسوان. ما فيش المحافظ مسائل في تعيين معوقين ولا تعيين في اي حاجه هنا في اسوان. ده قرار يا استاذ محمود، ده قرار ان اللي عنده اعاقه له حق في الوظيفه الحكوميه. استاذ محمود انت اتجهت لمكتب العمل؟ سنه عدى 30 سنه وما حدش سائل هنا في اسوان. حضرتك اتجهت لمكتب العمل يا استاذ محمود؟ ايوه بيقولوا ما فيش. قدمت حضرتك الاوراق بتاعته متكامله؟ طب هو ممكن يكون مره ممكن طيب. يكون يا نسبة الإعاقة كم في المية حضرتك؟ إيه؟ هو عنده شر الأطفال في رجله اليمين، ميتة خالص رجله. تمام، النسبة كام؟ ها؟ أخذ نسبة أستاذ محمود؟ أيوه باخذ معاه شهادة التأهيل. نسبة الإعاقة نسبة الإعاقة كام؟ ما هي أولويات يا أستاذ محمود برضه. يا أستاذ محمود محمود الإعاقة لها نسبة وفي أولوية. في اولويات يعني. شكرا يا استاذ محمود على اتصالك. نكمل حديثنا مع الاستاذ محسن. نرجع تاني بقى، احنا قلنا الاسره هي البيئه الاولانيه. طبعا احنا بندرس دي كمان بقى. هنا انا قلت بعمل مقابله مع الطالب او التلميذ في المرحله دي، هو في المرحله الثانويه بيطلق عليه الطالب. باجي اعمل مقابله مع الاب اللي هو الدكتوره معانا، الاسره كامله جميل، واعمل مقابله مع الام اشوف مدى ارتباط الاب والام ايه، عشان وهم قدموا يا جماعه عشان قدموا للطالب او الطفل ده ايه. هم لهم دور في البدايه ان هم بيعملوا بيحاولوا يخلوا الولد في السن ده وهو طفل يتكيف على الحاله اللي هو فيها دي. انا ابدا افهمه، اشبعه الاول بالحالات النفسيه والحاجات الاجتماعيه بتاعته، ابدا ان انا افهمه ان دي اعاقه مش اعاقه ابدا. انت ممكن بتحاول تزرع جواه بالثقة ان هو يبقى عنده ثقه في نفسه، ثقه في نفسه ويتعامل حقيقه. برافو عليك، مع المجتمع عادي بالظبط. اللي انا افهمه ان كل واحد فيه عنده حاجه. انت عندك حاجه يا استاذ محسن اتفضل. يعني بنشتغل عليها برضو مع الطفل ده، الحاله النفسيه. ما انا بقول لك اشباع الحاله النفسيه الاجتماعيه. فانا هنا بشوف من الاسره. طب ازاي بقى ارتباط الاب والام وتقبلهم الاعاقه دي؟ تبدا ان هو بتنمى عندهم غريزه ان هم بيشبعوا الولد ان هو يبدا يتكيف على الموضوع ده، ويبدا بالتالي يتقبله، ويبدا بالتالي ان هو يبقى صالح في المجتمع في الشارع. يبقى اذا هو طلع من البيت الاسره للشارع يقدر يتعامل، دخل يقدر هو يتعامل عادي ويتعامل بالظبط كده. يجي هنا في المدرسه، انا بقى بشتغل ازاي بقى؟ ابدا فرضا ان هو حد يعني انا بشوف امكانياته او قدراته او الحته الحلوه عنده ابدا اشتغل عليه. ممكن طالب يبقى عنده معوق ولكن ان هو متفوق دراسيا. مظبوطه دكتوره؟ مظبوطه استاذه هبه؟ ممكن يبقى مثلا عنده طلاقه، عنده خطابه، عنده القاء، بيكتب شعر. ابدا ان انا اعظم ابدا ان انا اعظم النقطه دي. مثلا نقطه ثانيه، طب هو حتى لو معاق ابدا ان انا اتعامل كمان مع المدرسين وفي الفصل على اساس ما فيش حد يتنمر عليه. معانا اتصال يا استاذ محسن. عشان ما فيش حد يتنمر عليه، اتفضل. عشان ما فيش حد يتنمر عليه. السلام عليكم. استاذه فاطمه اتفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. معلش ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي سؤال حضرتك يا استاذه فاطمه. انا عندي اعاقه في رجلي وشال الاطفال. نسبه الاعاقه كام يا استاذه فاطمه؟ هو ما عرفتش بصراحه النسبه، بس اللي اعرف ان شال الاطفال في سن السنين. طب اتفضلي سؤال حضرتك يا استاذه فاطمه اتفضلي. انا طلعت بطاقه الخدمات المتكامله. تمام اتفضلي. كل ما قالوا لي انت دي هتحصل عليها على كل حاجه. انا عامه بالنسبه للمعاقين انا مش هطلع على اي حاجه، يعني باخد معاش ابويا والدي. يعني ايه في ال يعني معاش والدك موجود بتاخديه بتحصلي عليه؟ هو اللي باخده. تمام. بس ليه ما جمعتيش بين معاشين يا استاذه فاطمه؟ ما انا سالت للاسف وقالوا لي ما ينفعش. لا ينفع يا استاذه فاطمه. دلوقتي الاستاذه هبه قالت ان هو ينفع. انا ما اعرفش ان القرار جديد. القرار جديد يا استاذه فاطمه، القرار جديد من سنه، صح يا استاذه هبه كده؟ مظبوط. من سنه. يعني حضرتك تقدري دلوقتي تحصلي على المعاش تكافؤ وكرامه. الجمع بين المعاشين. بالظبط. انك تجمعي ما بين المعاشين. والله سالت حضرتك. سن حضرتك كام يا استاذه فاطمه؟ سن حضرتك ايه؟ سن حضرتك؟ سني 34. متاح يا استاذه؟ متاح. حضرتك عملتي كشف طبي؟ متاح. متاح يا متاح يا استاذه فاطمه. ما قدمتيش ليه على تقدري استاذه فاطمه؟ انا خدت تقدري تتواصلي مع الشؤون ايه؟
حضرتك تتواصلي مع الشؤون اللي فينا وهم هيجمعوا ما بين المعاشين ان شاء الله. بالظبط. شكرا استاذه فاطمه. بيبقى في كشف طبي يا جماعه الاول هو اللي بيحدد. ما هي بتتوجه للشؤون وبعد أيوة. كده هم بيوجهوها. وانا ملاحظه بس يا دكتوره في كشوفات بتترفض. انا لسه هتكلم مع حضرتك في الحاله دي يا دكتوره. أيوة. الاتصالين دلوقتي الاتصالين اللي اتصلوا دلوقتي او الاتصالين اللي قلنا دلوقتي انهم مش لا حد قادر يحصل على وظيفه الاولاني والثاني مش قادره تجمع ما بين انت شلل اطفال في كشف معين في شلل اطفال بس بيتعالجوا منه بيبقى كويس بالظبط. فبالنسبه ما بتبقاش تستحق بتبقى النسبه ضعيفه. بيعملوا بحث اجتماعي بس طبعا حضرتك عارفه يا دكتوره ان اللي حاسس ان هو عنده اعاقه في احتياج يعني ان هو يتعين او كده. انا فاهمه. هي حالة أستاذة فاطمة كان ممكن تروح الشؤون التابع لمركز اللي هي عايشة فيه أو طب أنا أستاذن حضرتك بس يا أستاذة هبة علي صوتك معانا عشان الأستاذة فاطمة متابعانا تفهم هتعمل إيه. اتفضلي. طيب يا أستاذة فاطمة أنت ممكن دلوقتي هتتحولي للشؤون التابع للمركز اللي حضرتك ساكنة فيه وهتاخدي بطاقة الخدمات المتكاملة وهتاخدي التقارير الطبية بتاعتك الخاصة بالإعاقة وهتعرضيها عليهم وهم هيشوفوها وإن شاء الله هم هيحولوكي. لو هياخدوا بالتقارير الطبيه اللي معاكي مفيش مشكله. لو هيحولوكي تعملي تقرير طبي تاني جديد ماشي وهم هيظبطوا لك الامور وان شاء الله تحصلي على المعاشين باذن الله. ان شاء الله باذن الله يا استاذه فاطمه. نرجع تاني للاستاذ محسن ونكمل كلامنا. اتفضل يا استاذ محسن. احنا طبعا وصلنا لغايه حته ان هو اقدر ان انا اطلع منه الطاقات اللي جواه او الحاجات اللي هو متفوق فيها. لو متفوق دراسيا ما اعاقه ممكن يبقى ذكي جدا. مخترع ممكن يبقى مخترع. انا عندي لجان لجنه العلميه ابدا ان انا اشتغل معاه اوديه للساده المدربين. انا عايز اسالك سؤال بس يا استاذ محسن. اتفضل. في حته مهمه عشان... لها في حته مهمه جدا. اتفضل يا استاذ. معلش انا اسف. اتفضل. وانا هطلع من حته ان انا اوديه بقى للتربيه الرياضيه واوديه للكلام ده. اتفضل. انت تعرفي الحاله ده ان هو ممكن يبقى عنده حته كويسه وفي الفصل ان انا اخليه يبقى قائد في الحته دي في الفصل. هو لو متفوق دراسيا وهو في الفصل بتاعه اصبح ان هو قائد. هو ده دور الاخصائي الاجتماعي فعلا. يبقى انا هنا بعلمه انك انت قائد في حته وممكن تبقى تابع في الحته الثانيه. برضه مش عايزين ننسى دور الاهل في البيت. اكيد. ما انا هو ده اولا. ما انا قلت اولا عشان التاثير النفسي. قلت في البدايه الاب. يا دكتوره منى استاذن حضرتك انا عايزه دكتوره منى تكلمينا عن دور الاب والام داخل البيت مع الطفل ذوي الاحتياجات. تمام. لازم يكون في تهيئه نفسيه للطفل. تمام. يكون مهيئ نفسيا. الاب والام كمان ان هم يتعاملوا معاه كطفل عادي. طبيعي. طبيعي فهماني؟ لان في بعض الام بتبقى يعني او الاب بيبقى زهقانين. بالظبط. من الشيل يبقى والحط يبقى لازم الاب والام مترابطين. كمان المشاكل اللي بتبقى داخل الاسره بتاثر على الطفل. بالظبط. بطريقه سلبيه. هي بتاثر على الطفل العادي الطبيعي. ممكن يقول بتاثر على الطفل الطبيعي. ما بالك بقى يا دكتوره بالطفل اللي هو ذوي الاحتياجات. بالظبط. لو الاب والام عندهم قناعه ورضا ونصيب بده ويبقوا الاثنين مرتبطين. بصراحه يا استاذ محسن انا ما قابلتش حد عنده اعتراض على طفله. الحمد لله ونعم ابنها. ابنها لو هو ايه هو ابنها. هو ابنها فعلا. هتتعامل معاه وهتتكيف معاه في كل حالاته. لكن احنا ما شاء الله. هو فعلا يا استاذ في كل حالاته. انا بيجيني توحد. انا بشوف واعرف ام بتروح اخر الدنيا وبتحاول تساعد ابنها في موضوع التوحد ده. مع ان عايزه اقول لك يا استاذه هبه ان ناس كتير يعني ايوه يا دكتوره ناس كتير نصحوها ان موضوع التوحد ده صعب ان هي تشتغل فيه او تجيب معاه نتيجه ولكن الام العكس ما يأستش. الام ما يأستش والولد بيتحسن فعلا برغم كل اللي هي قابلته وكل الصعوبات اللي شافتها. فانا يا استاذ محسن بس عايز اقول لحضرتك ان مفيش اب وام هيرفض ابنه. لا لا طبعا ابدا. احنا بنتكلم استاذه هند في المشاكل الاسريه. ايوه. والضغوط النفسية. وهو ده الدكتوره نفسه اللي انا بقول لحضرتك عليه. ممكن الاب والام يحصل بينهم وبين بعض نقاش او اختلاف قدام الطفل. هو بيبقى حاسس ياثر عليه اكتر من اعاقته كمان. فعلا بيبقى حاسس ان هو السبب. والاستاذه هند قالت كلمتين ممتازين جدا ان دور الام. انت تعرفي هي لما تعمل كده مع الولد ما بتخليه يبقى مواطن صالح. فعلا.
فعلا فعلا لا بتديك هنا بتحقق نفسي والله يعني 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 دكتوره بس انا عايزه اعلق على النقطه بتاعت حضرتك ان الحاله النفسيه في البيت بتتعب الطفل الطبيعي ايوه بتتعب الطفل الطبيعي يعني لو في مراحل الدراسه بتاثر عليه ده حقيقي ما بال حضرتك بقى الطفل اللي هو اصلا محتاج رعايه ومحتاج حاله نفسيه هو بيفكر كده بقى لما بيحصل مشكله بين الاب والام ويقول ان يحصل انفصال هو بيفكر طب انا هكون مع مين ومين اللي هيراعيني ومين اللي هيلبي احتياجاتي بقى بالتالي بيحصل بيبقى عنده تشتت ذهني اكتر بيحصل ان هو بيفكر في الموضوع اكتر فبالتالي لا بيعرف يدرس لا بيعرف ان هو يبقى طبيعي لانه هو دلوقتي عايز ينشال وينحط بالظبط عايز رعايه بدانا نوصل لنهايه حلقتنا بصراحة الحلقة جميلة جدا والحوار طب انا كنت عايزة اقول مثال بس الحالة كانت عندي انا كان عندي حالة عندها توحد وكان شديد جدا هي مع العلاج امه كانت كويسة جدا وكانت منفصلة للأسف وكان هو معاها ولكن هي مشت معاه واحدة واحدة وبدأت يعني تديها كل طاقتها فوالله الولد بجد كان جاني بعد فتره بعد كام سنه لقيته اتغير خالص انا بقول لحضرتك يا استاذه هبه لسه بتكلم عن حاله اعرفها شخصيا بالظبط وقريبه مني جدا هو العامل النفسي كويس جدا يعني زي ما بيقولوا كده واخده الولد في سنانها بالبلدي بالظبط وطايره بيه هعالجه مع مامته واقفه كده هعالج ابني لا هيختلف ابني يبقى طبيعي هي الام ما بتتخلفش وعلى فكره انا عايزه اقول لك على حاجه انا فعلا بحييها على الهوا هي دي النموذج الصح انا بفتخر بيها فعلا بجد على الهواء بجد والله ربنا معاها وان شاء الله ان شاء الله هتوصل بيه لمرحله انه يبقى طفل يعني طبيعي بتخليه هو مواطن صالح بتخلي انتماء عنده ما هو مواطن صالح معناه حابب نفسه وحابب الدنيا وبينتمي للوطن فهي بتعمل بتبذل مجهود احنا بنحييها معاك بدون ما نعرفها بجد كمان. ايوه والله العظيم بنحييها جدا اتفضلي يا استاذه هبه اتفضلي يا استاذه هبه كملي انا بجد بشكركم وكويس ان انا طلعت معاكم وقدمت نبذه مختصره كان عندي كلام كتير جدا عايزه اقول لك يا استاذه هبه احنا والله يعني شرفنا بيكي حبيبتي ربنا يخليكي كتير واستفدنا من الدكتوره واستفدنا من الاستاذ محسن بس انا كان في حاجه عايزه اعرفها قبل ما نختم منك يا استاذه هبه يعني عايزاكي توجهي كده رساله للاب والام اللي عندهم طفل معاق في البيت تتكلمي معاهم كده توجه لهم رساله وتقولي مثلا يعني اللي انت عايز تقوليه بقى انا مش هفرض عليك بس انا نفسي يعني شخصيا عايزه اوجه لهم رساله واقول لهم نبعد مشاكلنا عن الطفل تمام على قد ما نقدر هو المفروض ان الطفل الطبيعي بالظبط هو المفروض ان الطفل الطبيعي دون الاعاقه لازم تكون الحاله النفسيه والجو الاسري عنده في البيت يكون طبيعي علشان يطلع بني ادم سوي يخدم نفسه ويخدم المجتمع ما بالك بقى الطفل المعاق ده عايز رعايه اكتر فاكتر يعني خلافاتنا تتحط في جنب مشاكلنا تتحط في جنب ونحط كل اهتماماتنا في الانسان المعاق ده او البني ادم المعاق ده وانا طبيعي ما بسموهوش معاق انا بسميه بطل البيت او الله بطل الحته دي حلوه قوي انا بحييكي عليها والله يا استاذه هبه بحييكي عليها ربنا لان لسه انا كنت بتكلم مع الاستاذ محسن ان لازم الطفل يكون عنده ثقه في نفسه بالظبط ومحدش يحسسه باعاقته عشان حالته النفسيه بالظبط بالظبط وده اللي انا كنت لسه بتكلم عايزة عايزه كمان اصلا بيعمل حاجات الطفل الطبيعي مش بيعملها ايوه بالظبط كده عنده نسبه ذكاء عاليه جدا انا بقول للاب والام بقى اللي عندهم حالات كده ربنا يبارك فيكم وانتوا لكم الجنه فعلا ان شاء الله ربنا يبارك فيكم وتدوقوا الجنه بس قبل ما تسيبوا مع الصبر مع الصبر ارجوك عشان والرضا اتفضل يا استاذ محسن بنشكر استاذ عادل جاد والحاج اشرف صاحب مؤسسه الهبه على العمل الخيري اللي بيعمله في العيادات وبيقدم خدمات لاهل بلده بالمجان اتفضل يا استاذ محسن والله طبعا هنشكر قناه الصحه والجمال برنامج الأستاذة هند الجميلة بتاعتنا الأستاذة هند طبعا بنشكرها مؤسسة الهبة الخيرية بمدينة ديكيرنس الحقيقة أن هي دي إحدى نجاحات الحاج أشرف جاد عبد الصمد والأستاذ عادل جاد يعني يمكن الأستاذة هند جاد شافت أن احنا بنقدم خدمات فيها لأهالينا كلهم بدأنا بأطفال دلوقتي بقى في بطنة بقى في دلوقتي نساء وفي أسنان واحنا ربنا يجازيهم كل خير يا استاذ محسن وتحياتنا للاستاذ اشرف جاد وتحياتنا للاستاذ ربنا يبارك فيهم
الاستاذ عادل جاد. الاستاذ عادل جاد وتحياتنا للاستاذ احمد زكي والاستاذ ايمن سعد الدين على عملهم في العمل الخير. انا بحييكم بجد يا استاذ ايمن، وبتمنى ان انت تطلع معايا لقاء على الهوا عشان الناس تعرف انت قد ايه راجل شغال بقلبك وقلبك على الناس، واقف بكل امكانياتك في عمل الخير ودايما تقول هي لله. ربنا يبارك لك، وبشكرك جدا جدا حضرتك والاستاذ احمد زكي، وطبعا الاستاذ محسن شرفتنا، والاستاذ علاء سعد. والاستاذ علاء سعد يبقى ايمن سعد وعلاء سعد والاستاذ احمد زكي معاهم محسن عبد الفتاح. اعزائي المشاهدين، وصلنا لنهايه حلقتنا، انتظرونا في حلقه قادمه من برنامج دردشه مع هند. الى اللقاء.